مع الموضوع صعب، أصعب بكثير ما كنت أتخيل. ترى لبس هذا الشيء يعني جدا صعب، فما نبي نعطي بكوس أحد. إن شاء الله بعد الحلقة نجيب كذا كل أحد مزعلنا في حياتنا وعلى طول والبوكس جاهز يعني خلاص. المهم، احتضنت جدة أول بطولة نسائية لرياضة الجوجيتسو والكيك بوكسينج أيضا بمشاركة أكثر من 40 متسابقة. كاميرا ساعة شباب كانت هنا ونقلت لنا أهم الفعاليات اللي كانت موجودة. خلونا نروح نشوف هذا التقرير ونرجع لكم على السريع. في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى السعودية، احتضنت جدة أول بطولة نسائية لرياضة الجوجيتسو والكيك بوكسينج بمشاركة أكثر من 40 متسابقة، وضمت عددا من المباريات لفئة الهواة وأقيمت تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة. صراحة في البداية دخلتها as fitness، ما كان عندي أي intention أن أنا أكون as martial artist أو a fighter يعني، بس مع الوقت لقيت نفسي في الرياضة دي. يعني حسيت انه هذه اكثر رياضه ناسبتني من بين كل الرياضات اللي انا جربتها، لان جربت اكثر من رياضه، جربت الزومبا، جربت الويت ليفتنج، جربت السترينث اند كونديشنينج، اي ستيل دو سترينث اند كونديشنينج، بس بوكسينج از ماي ثينج. جدا مبسوطين وفخورين بانه اخيرا صار في شيء نقدر نسويه في البلد، ما يحتاج نطلع برا عشان نشارك في بطولات، نقدر نثبت نفسنا في بلدنا. فهذا شيء احنا جدا مبسوطين وفخورين فيه صراحه. طبعا البطوله اليوم حتكون على مستوى المملكه ان شاء الله اول بطوله للكيك بوكسينج والبرازيليان جوجيتسو. لعبي انا لي 5 سنوات بلعب كيك بوكسينج ولي 2 سنين بلعب برازيليان جوجيتسو، حاصله على الحزام الاسود في الكيك بوكسينج وحزام الازرق في البرازيليان جوجيتسو. تعد البطوله لفئه الهواة احتكاكا خفيفا في الكيك بوكسينج، وهي عباره عن جولتين في الحلبه، كل جولة مدتها دقيقتان بينما دقيقة راحة. أما لعبة الجوجيتسو وهي عبارة عن أسلوب من أساليب المصارعة، كانت مباراتها عبارة عن جولة واحدة مدتها 5 دقائق. أيوة، أنا بدأت الصراحة برا، بدأت في بريطانيا سنة أخذتها لأنه كنت بدرس أصلا هناك، وبعدين لما رجعت هنا دورت على نوادي يعني بتدرب الفنون القتال وكذا، ولقيت واستمريت معاهم لما اخذت الحزام الاسود. تعد هذه البطوله بحسب منظميها خطوه لمشاركه النساء في رياضات الدفاع عن النفس، بجانب تمكين المراه من ممارسه كل الانشطه الرياضيه النسائيه، خصوصا تلك التي لاقت اقبالا كبيرا. العنود الطعيمي لبرنامج ساعه شباب. صراحة جدا فخورين بمثل هذه الأحداث اللي بتصير وأيضا الفعاليات الرياضية وخصوصا للمرأة السعودية. واليوم معانا مجموعة من أبطال ومحبي هذه الرياضة. رحب بضيوفي رؤى وأيضا ليان وهديل، منورين اليوم ساعة شباب. وبداية قبل ما يبدأ أي سؤال، حد دربوني ولا ما حضبطكم اليوم؟ حنضبطك إن شاء الله. إن شاء الله. فعلا يعني خصوصا رياضة الكيك بوكسينج مرة نفسي أتعلمها من زمان. صح، نفسي تعرف هذا الشعور؟ أيوة. خلاص عارفين. اوكي، بداية خلينا نبدا معك رؤى، خلينا نعرف منك قصتك مع هذه الرياضة، خصوصا انك مرخصة كما ذكرتي من بريطانيا، فايش أيوة. الموضوع؟ قبل 5 سنين تقريبا حصلت الحمد لله على الرخصة واعتماد دولي في التدريب الكيك بوكسينج. بدأتها من هناك في جيم صغير جنب بيتي في لندن، وبدأت شوية شوية لين ما كبرت الرياضة معايا. المدربة اللي كانت بتدربني هي شافت فيها هذا الشيء، ما كنت عارفة هي إيش شافت، بس حاليا أنا أقدر أشوف اللي هي كانت بتشوفه في البنات حاليا وأنا بدربهم وبمرنهم. طبعا وانس تدخلي فيها يا تحبيها يا تكرهيها، ما حتخرج منها أبدا. أيوه. هذا طب كلميني شوي عن أهم قوانين هذه اللعبة يعني، والفرق أيضا بين الكيك بوكسينج والجوجيتسو. شوفي والله أنا كجوجيتسو يعني ماني داخلة في موضوع جوجيتسو كثير، أنا اختصاص كيك بوكسينج وعندي يعني خلفية بسيطة عن الجوجيتسو. الفرق بينهم تقريبا أن الجوجيتسو لما يكون مهما كان الخصم قدامك حجمه شكله ما راح يفرق، أنه ممكن أنت تفوزي عليه، ودائما بيكون هو بيكون على الأرض تقدر تتحكمي عليه. وأتوقع أنه معناها ضبط، لا، مرونة وإخضاع
وأهم اللي قدامك. قواعد أيوة. الكيك بوكسينج أتوقع أنه ما يستخدموا سلطاتهم وقوتهم برا. لا شوفي احنا لما عملنا البطوله هنا في جده كان لايت كونتاكت، يعني المفروض كان لايت كونتاكت، في بنات ما شاء الله ما كان لايت كونتاكت اتول، بس هو المفروض يكون لايت كونتاكت، كانوا متحمسين بزياده. ايوه يعني فكانوا they punching really hard. في اماكن معينه المفروض ما تضربي فيها. من احنا يعني لما عملنا البطوله وحكمنا فيها كان اساس التحكيم فيها دولي، وكان معتمدين على الشروط الدولية لتحكيم الكيك بوكسينج من ناحية الأوزان. هي المفروض ما تضرب في الوجه. لا عادي ما تضرب الراس، ما تضرب من ال ما تضرب مثلا عند الكلى، ما تخبط عند النيز تحت الحزام، هذه أماكن ممنوع إنك تضربي فيها. بس إنه البنات ما شاء الله تبارك الله يعني. يعني هذه أهم القواعد. يس هذه أهم القواعد فيها. طبعا لها نقاط ولها لها warnings. طب هديل يعني نبغى نعرف ما شاء الله يعني كمحبة لهذه الرياضة، رياضة الكيك بوكسينج، إيش اللي أغراكي بهذه اللعبة وكيف بدأت التدريب؟ والله يعني شوفي هو البداية يعني إنه الرياضة مرة تعزز الثقة بالنفس والدفاع عن النفس، أنا أشوفه من أهم الأشياء، يعني بالذات إذا تبي تكوني امرأة مستقلة وكذا لازم يكون عندك، يعني إذا عندك تعرفي تدافع عن نفسك يكون عندك ثقة بنفسك مرة رهيبة. ولازم تكوني تلعب كيك بوكسينج من النهاية. أيوة طبعاً. لأنه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح. الرسول قال إنه المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. صحيح. فهذه كانت البداية صراحة، كنت أروح النادي ألعب بادي بيلدينج وأسوي كارديو، أحس ما هو ذاك الاستمتاع يعني، وجربت بوكسينج وبعدها ما انقطعت أبداً صراحة. كان هذا كلام قبل سنة. طيب وهل واجهتي تشجيع أو واجهتي انتقاد إنه كيف بنت وتلعب هذه الرياضة ورياضة الكيك بوكسينج للشباب؟ فكيف واجهتي هذه التشجيعات وأيضا انتقادات في نفس الوقت؟ والله واجهت الاثنين. أهلي أول شيء كان انتقاد، ولا تبي تكسري نفسك ما ينفع، وكانوا جدا معارضين. بس لما بدأت أتعلم التكنيكس وإنه كيف إنه فيها دفاع عن النفس خلاص تقبلوا الموضوع. وبالنسبة للتشجيع صحباتي يعني كانوا حافز صراحة، كلهم جو البطولة وتحمسوا يعني بطريقة، أنا تشجعت معاهم من كثر ما هم تشجعوا صراحة. أنا أقول لك ليه يعني خلاص معاهم واحدة تدافع عن 10 بنات ماشيين معاها، فطبيعي يتشجعوا وأيضا يشجعوك بنفس الوقت. بالضبط. جميل جدا. طب ليان بالنسبة لك كلاعبة جوجيتسو، هذه الرياضة غيرت حياتك تماما جسديا ونفسيا، فكيف بدأت معاك؟ بدأت أنا في الرياضة أفتكر قبل سنتين بادي بيلدينج وكارديو بس. فلما بدأت كان يعني فن، وكان مرة يعني لما أشوف التغيير كنت أتحمس زيادة، وكانت نفسيتي حقيقي تحسنت مرة، كنت مرة نحيفة أندر ويت، فلما بدأت خلاص يعني حقيقي قدرت استمرت. تتخني؟ قدرت أتخن طبعا مرة كثير. أوه عنود عليك وعن جوجيتسو. وكل ما أشوف أيوه كل ما أشوف التغيير كل ما أتحمس أكثر. بعدين بدايتي مع الفنون القتالية دخلت مع كوتش رؤى كلاسات بوكسينج، وحمستني مرة إني أدخل جوجيتسو. حلو. طيب وش أنواع رياضات الدفاع عن النفس اللي جربتيها قبل ما تستقري على الجوجيتسو؟ البوكسينج أول شيء هو اللي حمسني، وإن شاء الله حجرب أكثر من أن فنون قتالية. في بالك فنون قتالية ثانية تبي تجربيها؟ إن شاء الله بإذن الله تايكوندو وكاراتيه إن شاء الله في المستقبل. واو رأي شو مسوية في البنات؟ أنا بوكسينج بقول لك. لا مستحيل، هذا كل الحب اللي زرعته في البنات لهذه الرياضة ما تصدقي. إيش السبب؟ إيش الكمية اللي بتجينا تطلب كيك بوكسينج؟ صراحة أنا بعد لي دحين سنتين ونص تقريبا من بعد ما رجعت من بريطانيا، فكنت شايف الموضوع هدوء شويتين يطلع ينزل، في معترضين كثير حاليا صراحة، الناس اللي بتعترض جدا يعني ما بشوفها قليل، ما بشوفها. يس عرفتي. ما شاء الله كلاسات عملتها في رمضان فتحتها، يعني ما عملتها بأي مبلغ يعني زيادة، فور فري يعني، فور فري يعني بالنسبة للجيم اللي أنا شغالة فيه حاليا. كان العدد بيدخلوا لي 40-30 في اليوم، فكنت اضطر اني استخدم، برضو كانت معي زميلتي مساعده كانت مدربه بتساعدني في الموضوع ده، وما شاء الله تبارك الله يعني البنات ما يحتاجوا، هم كان بس يغلهم بوش
وهم حيستمروا في هذه اللعبه. طب خلينا نتكلم عن البطوله، يعني حدث رياضي مهم يحتسب لصالح المراه السعوديه كاول حدث رياضي لرياضه الكيك بوكسينج، وانه كلهم بنات وانت كنت من ضمن الحكام، فكيف تم احتساب النقاط للفائزات؟ اوكي، انا قبل ما ابدا انا حابه اشكر صراحه هيئه الرياضه على ثقتها فيا ودعمهم، وهم كلفوني بالمهمه هذه مكتب جده. فلما بدانا طبعا انا والمدربات اللي كانوا معايا، كانت في مدربه كيك بوكسينج برضو معايا بتحكم المباراه، كان التحكيم طبعا بالنقاط، كل نقطه حسب البنش، حسب ضربتها. اذا كانت الضربه مثلا بنش عاديه على الجسم بتكون تحتسب لها نقطه، اذا كيك على الراس بتتحسب 3 نقاط، يعني كل بوزيشن له نقاط. وبما انها كانت لايت كونتاكت زي ما قلت لك، كنا بنحسب الكيكس البوينت حق الكيكس اكثر. اوكي، طب هديل، يعني انت كنت مشاركه في هذه البطوله، فكيف كانت المشاركه بالنسبه لك؟ وايضا المنافسه هل كانت قويه؟ يعني جاتك ضربات قويه؟ كانت في ضربات قويه ولا لا؟ والله يعني المستوى جيد صراحه، يعني انا توقعت شيء وشفت شيء ثاني، وانا اتخيل حيتطوروا اكثر واكثر. يعني البطوله عرفنا عنها قبل، انا عن نفسي عرفت عنها قبل ب 20 يوم، فما كان في يعني وقت كبير اني اتجهز، بس اظن انه فتحوا المجال اكثر وصار في بطولات اكثر، حيكون في مستويات مره احسن كمان. طب هل تتوقع، يعني هل في مثلا رياضي او رياضيه معينه انت تقتدي فيهم، تتعلم منهم حركاتهم؟ نعرف الرياضيين كذا يحبوا يقتدوا، يكون عندهم مثل اعلى مثلا في هذه الرياضه، يحاولوا انهم يخطوا خطاهم، فما عندك ولا ما عندك؟ في ايوه في بعضهم، بس هم ام ام اي اللي هو المكس مارشال ارتس، هم هذول اللي انا اتفرج عليهم. ايوه، حتى لما كنت بروح الجيم اللي هو اللي نظم البطوله كانت بتقول لي انت شوي عندك من فنون اخرى، يعني قلت يعني مشكل من كتر ما بتابع الاشياء الثانيه، فشوي كنت ادخل في الكيك بوكسينج اشياء ثانيه. حلو، كمان ليان اتوقع انه مهم ايضا التركيز مع المدربه وقت المنافسه، ووقت لما تكونوا في الحلبه، يعني قديش مهم بالنسبه لك انه لازم تركزي ايش المدربه تقول وتتبع تعليماتها في نفس الوقت، صحيح؟ صح طبعا، لانه احنا مدربتنا مروج كانت بعد كل يعني كلاس كانت تعمل لنا كذا فايت 2 مينتس، فكانوا احيانا البنات مثلا ممكن تجيني خبطه من هنا من هناك، لانها ما ركزت يعني في ايش، ما كنت مركزه مع المدربه، مو انا، هي البنت تكون ما هي مركزه. أوكي. فكانت يعني تجيني خبطه من هنا من هناك، فمن بعدها تعلمت انه لازم ايوه حقيقي اركز عشان لا اذي الطرف الثاني. طب بنات خلونا نسوي شيء كذا لايف، والله تحمست، يعني يا ريتني كنت موجوده في البطوله، فايش حابين تورونا حركات؟ رؤى يعني انت المدربه. اوكي، انت البسي جلافز وانا حمسك لك المتس. واو، انا حدي بوكسين. أيوة. حدي بوكسات. ما ابغى ادي بوكسات والله، خلينا نجرب. اوكي، نعطيك البيسك. يعني كان نفسي انا ادي المدير البطله مثلا. لا هديل، يلا هديل، شفت اللعبه هديل؟ يلا هديل، شوف لايف، نبغى بروفيشنال، انا ابدا ماني محترفه، فممكن انت تلبس الجلوفز، ايش رايك؟ يلا دبل مايك، المايك خليه معك. يس، خليه بجابك. يلا ناخذ ال، كيف احطه بجيب؟ تقدر تلبسيه اذا انت. يس، البسها انا. طب حتى انا ماني شايله المايك. اوكي، طب خليني اساعدك. اوكي، البسي، انا لبسك. انتوا تلبسوه؟ مصرين انه انا اضرب؟ مصرين؟ انا قد الحين هذا. اوكي، يمكن يعجبك وتكملي. انا حكمل بدون ما يعجبني، بس يعني انا فاشله صراحه، ضرباتي مو قابله. الحين طلع الطاقه اللي عندي. الحلو في الامامي انها كلها. بس دقيقه دقيقه. لا دقيقه. انا همسك لا ما انت فاشله. المايكات مفتوحة. اوكي، خليني البسها. والله ما اقدر، قاعد يتحدوني لايف وانا يعني شيء صعب صراحة بالنسبة لي، بس هحاول على قد ما اقدر انه ممكن. وايضا حشوف هديل، يعني هي فنانة ما شاء الله في ذا المجال، خليني اشوفها بس دقيقة اركب المايك. صعب صراحة يعني الموضوع، طلع اصعب مما كنت اتصور بكثير، صح؟ ايوه، يعني بنات كيف هيك الموضوع؟ بداية. طب ايش رايك هديل تعلميني انت اول وبعدين انا؟ ايش رايك؟ بما انك انت خبره فانت علميني. طبعا هي ناقصه لازم في الرابس عشان يس تحطيه حوالين يدينك تحميها. سوي بيسك هديل. يب، وي ويل دو بيسك. متحمسه هديل صح؟ حلو. والله هي شوف اذا دخلت فيها ما تخرج. انا ما حخرج كمان. يب.
يعني نشوفك في المسابقة الجاية. يلا يلا دربوا مع بعض، ورونا كذا أهم الحركات السهلة اللي تعلمها بسرعة. يس يلا. كمان هذه البيسك. يس نبغى ضربات قاضيه، ما في ضربات. لا مو هنا في الاستوديو، كان في الرينج. كان في الرينج. اوكي خلاص اساعدك هديل. يلا والله الموضوع سهل بس كذا. والله حلو. هي. والله حلو. شوفي انت تبداي فيه، يعني انا دائما اقول لهم يا بنات لا تدخلوا من ولا شيء عالم الرياضه، تدخلي على طول بوكسينج. حاولي تقوي لياقتك من كجري، اي نوع رياضه يقوي لياقتك، قوي عضلك شويه بعدين ادخلي في المجال. جميل جدا، شكرا لكم رؤى وايضا لهديل وليان عتاجكم اليوم معنا في الاستوديو، ونتمنى لكم كل التوفيق في هذه اللعبه. يا رب ان شاء الله. وحد يوم لازم اتمرن معكم. اكيد صراحه. لا مشاهدينا مكملين معاكم بس فاصل قصير وراجعين.